الرحمن الرحيم، نعم. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، السادة والسيدات منسوبي منصة أريد العلمية بمختلف مقاماتكم السامية ودرجاتكم الرفيعة، لكم منا جميعا كل الاحترام والتقدير، وأخص بالتهنئة مجموعة بيت الخبرة لمنصة أريد العلمية، ونحن جميعا نحتفي ونحتفل بهذه المناسبة الطيبة التي كانت ميلادا وتأسيسا لمنصة أريد العلمية، التي جاءت من أجل خدمة مجتمع البحث العلمي والباحث العربي أينما وجد. فالحقيقة منصة أريد بعثت فينا روح البحث والشغف والحب للكتابة والاطلاع والمتابعة والمواكبة لما يطرأ على العملية التعليمية في مختلف المجالات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أمر القائمين على أمرها، ويجعلها منارة وبوتقة ينهل منها الباحث العربي وجميع الباحثين من مختلف بقاع العالم. محبكم دكتور بريرة الرضي محمد تراب ابن البوادي، جمهورية السودان، والسلام عليكم ورحمة